سمعت صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. لعله من سوء الطالع أن تبدأ هذه الحكومة حوارها مع مخالفيها أو مع أصحاب الحقوق من مواطنيها بما يمكن أن نسميه ديمقراطية العصا والحوار بالهراوة. هذا بيت الشعب ونحن نمثل كل صوت. من حق كل مواطن يشعر بمظلمة أن يقف معبرا عن صوته. الآن تتعامل الأجهزة الأمنية مع المعلمين بالهراوات وبالعصي وتعتقل مجموعة منهم. أتمنى على رئيس الوزراء الكريم وزير الداخلية أن يتم التدخل فورا لإيقاف هذا النموذج من الديمقراطية التي لا نحب أن تبدأ هذه الحكومة عهدها بها. وشكرا لكم. شكرا الأخ أبو نار.